الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة في كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل بن هادي الوادعي، غفر الله له ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: سورة ياسين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. سورة ياسين أيها الكرام الفضلاء هي الربع الأخير، بداية الربع الأخير من القرآن، بداية الربع الأخير يسمى ربع ياسين، يسمى ربع ياسين. وهذه السورة هي سورة مكية، إلا الآية 45 فهي مدنية، وهي من المثاني، وآياتها 83 آية، وترتيبها في المصحف هي السورة 36، وتقع بعد سورة إيش؟ فاطر. صحيح؟ صح؟ بعد فاطر؟ لكن هنا بعد الأحزاب، بعد الأحزاب من أسباب النزول، لكن في ترتيب المصحف هي بعد سورة إيش؟ لأن عندنا الأحزاب، وبعد الأحزاب إيش؟ سبأ، وبعد فاطر، وبعدين تأتي سورة إيش؟ ياسين، وهي تقع في الجزء 23، ونزلت بعد سورة الجن، وبدأت بالحروف المقطعة، وفيها سكت عند حفص، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. طبعا هو يقولون هذا ربع ياسين، لكن الربع هو يبدأ من سورة الصافات، فنبذناه بالعراء وهو سقيم في قصة يونس عليه السلام. وهذه جاء في أسباب النزول ما نرجئه الآن إلى ما يذكره المصنف هنا رحمه الله. لكن هذه السورة جاء فيها مجموعة من الأحاديث ولا يصح منها شيء، يعني من الأحاديث التي ذكرت مثلا إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات، وهذا حديث ضعيف، وجاء عند الإمام الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا بعض الناس يقرأ ياسين ويداوم على قراءتها في كل يوم، ويزعم أن لها فضلا إذا كررت في القراءة إلى غير ذلك. ومن مثل هذا يقولون إن لكل شيء قلبا، وإن قلب القرآن ياسين، من قرأ ياسين وهو يريد بها الله عز وجل غفر الله له، غفر الله له، وأعطي من الأجر كأنما قرأ القرآن 10 مرات إلى غير ذلك. بل يقولون فيها ونزل بكل حرف من سورة ياسين 10 أملاك يقومون بين يديه صفوفا ويستغفرون له ويشهدون غسله ويشيعون جنازته ويصلون عليه ويشهدون دفنه. وأي امرأ مسلم قرأ ياسين وهو في سكرات الموت لم يقبض مالك الموت روحه حتى يجيئه رضوان خازن الجنة بشربة من شراب الجنة فيشربها وهو على فراشه، يقبض ملك الموت روحه وهو ريان، وهو ريان، ويمكث في قلبي وهو ريان، ويبعث يوم القيامة وهو ريان، ويحاس إلى غير. هذا حديث موضوع باطل، هذا حديث موضوع باطل. وأيضا من قرأ ياسين كأنما قرأ القرآن 2 مرات من حديث أبي سعيد الخدري، وهذا حديث أيضا حديث موضوع. ومن قرأ ياسين في ليلة أصبح مغفورا له، ومن قرأ الدخان في ليلة الجمعة أصبح مغفورا له، باطل لا أصل له، إلى غير ذلك مما ورد في مثل هذه السورة. طيب عندنا الآن اقرأوا ياسين على ماذا؟ اقرأوا ياسين على موتاكم، هو هذا الحديث الذي
بعض أهل العلم يصوبه ويحسنه، وبعض أهل العلم أنه ماذا؟ أنه يضاعفه. حتى الذين قالوا بالتصحيح فيه إنما قالوا لمن حضرته سكرات الموت أن تقرأ عليه ياسين، قيل أنها تخفف عنه النزع، قيل لأنها تخفف عنه ماذا؟ تخفف عنه النزع. والصواب أنه ضعيف، والصواب أن الحديث ضعيف كما ضعفه العلامة الألباني في ضعيف ماذا؟ في ضعيف الجامع، كما ضعفه العلامة الألباني في ضعيف الجامع. نأتي بعد ذلك إلى سورة ياسين، وما يكون من هذه السورة على ما درجنا عليه في مقاصد هذه السورة العظيمة، وما يكون في موضوعاتها إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء. فنقول أيها الكرام الفضلاء، ما نشأره أهل العلم وذكروه رحمة الله على الجميع، إن هذه السورة نعم ذكرت شيئا أن النبي هل قرأ هذه السورة في طريق هو وطالع من البيت في هجرته؟ لم يصح في ذلك شيء، ما صح ولا شيء في سورة ياسين أحباب الكرام، حتى نقطع كل قول يقال في مثل هذه ليش في مثل هذه الأمور. من مقاصد سورة ياسين التأكيد على أمر العقيدة، لأن هي سورة إيش؟ سورة مكية، وأيضا التأكيد على مسألة عظم أمر القرآن ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، وأيضا على نبوة النبي صلى الله عليه وآله إنك لمن إيش؟ لمن المرسلين، وأن هذا القرآن نزل من تنزيل العزيز الرحيم. وهذه السورة اشتملت على أكثر من موضوع، يعني اشتملت على كما قلنا في العقيدة، فاشتملت على توحيد الله وإلهيته وإحياء الموتى، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وأيضا الله عز وجل من دروس السورة ضرب فيها مثالا لبعض ماذا؟ لبعض القرى وما نزل بهم، فعززنا بثالث. وأيضا البلاء الذي ينزل على المرسلين مما يلاقون من أقوامهم، وذكر فيها قصة نوح عليه السلام وما نزل في قومه وأغرقهم الله تبارك وتعالى، وتبين عظمة الله في تسيير هذا الكون، وأنه هو مبدعه وهو خالقه تبارك وتعالى، والأدلة والبراهين التي ذكرت في مثل هذا، وهي من السور التي ينتفع بها في مناظرة الملاحدة نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله قوله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم. قال ابن كثير رحمه الله قال الحافظ أبو بكر البزار رحمه الله حدثنا عباد بن زياد الساجي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن سعيد الجريري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال إن بني سلمة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد منازلهم من المسجد. يا سلام، انظروا، ولذلك كانوا يستحبون أن يكونوا قريبين من إيش؟ من المسجد، فأرادوا أن يتحولوا إلى إيش؟ قربهم إلى المسجد. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. فنزلت ونكتب ما قدموا وآثارهم فأقاموا في مكانهم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وفيه غرابة من حيث ذكر نزول هذه الآية، والسورة بكاملها مكية فالله أعلم إلى آخره. الحديث رجاله رجال الصحيح إلا عباد بن زياد، وفيه كلام
كما في تهذيب التهذيب، لكنه قد توبع كما ترى، وقد أخرجه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه، وسكت عليه الذهبي من حديث أبي سعيد الخدري، لكن فيه عندهما طريف بن شهاب وهو ضعيف جدا، كما في الميزان وهو عند الحاكم سعيد بن طريف، فلعله غلط فيه بعض الرواة. هذا والحديث له شاهد عند ابن جرير رحمه الله في طبعة محمود شاكر عن ابن عباس. يقصد تفسير ابن جرير تأويل آية القرآن اللي معروف بتفسير الطبري، والطبعة التي حققت بتحقيق الشيخ شاكر رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت منازل الأنصار متباعدة من المسجد، فأرادوا أن يتحولوا قريبا من المسجد. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. فأرادوا أن ينتقلوا إلى المسجد، فنزلت ونكتب ما قدموا آثارهم، وهو من طريق سماك عن عكرمة، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة، ولكنه في الشواهد كما ترى. وأما قول الحافظ ابن كثير رحمه الله إن فيه غرابة، لأن السورة بكاملها مكية. ونحن قلنا حررنا، قلنا إلا الآية الخامسة وليش والأربعون. نعم، ولكن فلم لأن السورة بكاملها مكية فلم يظهر لي اتجاهه. فإذا ثبت أن هذه الآية نزلت بمكة فلا مانع من نزولها مرتين، وإن لم يثبت نزولها بمكة فقد تكون السورة مكية إلا آية كما هو معروف، والله أعلم. وهذا هو الذي نقله للعلم كما بدأنا في كلامنا عليكم سلطة إلى الآية الخامسة والأربعون. نعم، قوله تعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة. قال ابن أبي حاتم: هذا استفهام، الغرض منه الإنكار، يعني الإنسان خلق من هذه النطفة المهينة ومع ذلك هو يجادل ربه عز وجل ويكفر به. نعم، قال ابن أبي حاتم رحمه الله كما في ابن كثير: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عثمان بن سعيد الزيات عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن العاص بن وائل أخذ عظما من العاص بن وائل السهمي أبو عمرو. نعم، إن أحسن الله عليكم شيخنا. إن العاص بن وائل ابن وائل أخذ عظما من البطحاء ففته بيده. أخذ عظما بالية من البطحاء، بطحاء مكة، ففته، يعني فتته بين أصابعه، مستنكرا إن كيف يحيي الله هذه بعد موتها. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحيي الله هذا بعدما أرم، يعني بعدما بلي أصبح رميما. نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. فقال نزلت الآيات من آخر ياسين. الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق عمرو بن عون عن هشيم به وقال من طريق عمرو بن عون. نعم، أحسن الله إليك شيخنا. وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجها. نعم، ولذلك وهذا الحديث من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، كما في نزول القرآن بأن أبا لهب في جهنم. ولذلك مع هذا ما استطاع أن يقول كلمة التوحيد ولو كذبا ونفاقا. لما النبي تحدى قال: ويدخلك النار، كان يستطيع أنه يقول أنا مسلم والإسلام لا يدخل صاحبه النار، لكن ليبقى هذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وصدقه بأبيه وأمه صلى الله عليه وحمد عليه وصحبه وسلم. نعم، جزاكم الله خير. جزاك الله خير شيخنا، وأحسن الله إليك. الله خليه عشان مزكي. طيب. سلام.